اللي تتويج رجال السنه ونساء السنه، وكانت مجموعه من شركات العالم في قطاعات مختلفه في الفن وفي قطاع التسيير الاساسي. فالفن المغربي خدا جائزه، وايضا السي عزيز بدراوي خدا جائزه عربيه جلوبال اوورد 2019. كان النصيب انا مش كاين الصوره، الا كان الصوره ديالك راه موجوده هي هذه. أفضل العرب، هذه جائزة اللي استحقتها مجموعة أوزون، وكان السي رشيد الوليسان أيضا متوج في هذه المناسبة هذه. كفنان مغربي وكنا كمغاربة حنا يعني مفتخرين جدا بهذا الصعود المغربي في قطاعات مختلفة. فمبروك عليك أستاذ عزيز، والتكريم ديالك كتكريم لينا كلنا كعرب وكمغاربة. الآن غادي إذا كنا نوهنا بك اللي ما كيعرفوش راه كان ساعاتي قبل شي قال هو اللي كينشط هذاك. ها هو اللي كان كينشط في باريس هذاك الحفل ديال لاغوميز دي بري. كنا خدينا عيطوا لي على جائزه، وكان معايا سي رشيد لانه هو اللي خدا جائزه ديال احسن فنان في ميدان التنويع، خداها في باريس بعدا صفى على سي رشيد. قال لي بلاتي انا غنوثق لهاد اللحظه نصورك. داز لو بري الاول حطيناه ومشى كيقاد، قال لي اجي غنصورك ليه. وشويه وينادى عليا لجائزه خديت الثامن رئيس تنفيذي عربي ل 2018 في جميع الاصناف، خدمات في الصناعه والابناك، كانوا دول الكويت والسعوديه قطر اللي فازوا. واذا ينادى عليا احسن رئيس تنفيذي عربي في قسم الخدمات هادشي ديال البيئه عزيز البدراوي. جيت خديتها قلت مزيان، قال لي تسنى ما تمشيش كاينه واحده اخرى. انا قلت ويلا عتيق يمكن عيطي حك معايا. واذا به ينادى عليا احسن شركه عربيه في صنف الخدمات هي اوزون. يعني السبب ملي كنت نطلع على محتوى البرنامج لقيت عزيز البدراوي، صحيت شي واحد من الناس على اسم البدراوي وارد كثير في مجموعه من الدول العربيه. فقلت واقيلا شي واحد ما كنطيحش بالي بان كاين عندنا البدراوي في المغرب. الجميل اللي كان راه كان معايا سي رشيد عندما ينادى، وانا قلت له يا اخوان قلت له وي انا ربحت مزيان البدراوي ربح، ولكن قلت له انا فخور لانه ملي كانوا كيعيطوا وكان كيقراها ساعتي عزيز البدراوي من المملكه المغربيه. دازوا الناس وكيقولوا من قطر احسن مقاوله في العقار هي من الكويت. ملي كيجي من دوله الكويت ملي كيقول لك من دوله المملكه المغربيه تردت ثلاثه المرات في هذاك الحفل. ويجي سي رشيد عندي لانه من الناس اللي كانوا متواجدين وخذ جائزه. تفضل سي رشيد تفضل. لا دابا لا كنت طلعتيه مرحبا به السي رشيد، ولكن باش يسير معنا راه الميكروفونات موجودين كثر خصهم غير يصفى. كاين بزاف الميكروفونات خصهم غير يصفى باش ما تجرحوش الاداء ديال الناس. هاكا 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 ونمشيو لشي قاعه اخرى عاوتاني نسول هاكا هاكا. علاش دابا السي رشيد جيتي؟ لان السي بدراوي راه تكرم وطنيا وتكرم دوليا، ولكن الفضل في هذا الشيء كلشي كاين خمسه ديال الاشخاص اللي هو كيحني لهم انحناءات خضوع وامتثال لانهم هم اللي علموه الابجديه ديال النجاح. ياك السي عزيز؟ الاساتذه ديالي انا قلت لهم مش قلب عليهم ونبش وجههم. والله الا قلبت عليهم تبارك الله. كاين الناس اللي راهم مشاو للتقاعد وعلاش انا قلت اللي قال سي وطنيا لانه تختاريت شخصيه السنه منذ 12 عن طريق وسائل الاعلام ولا ماب في القطاع ديال الطاقات المتجدده والبيئه. وهذا التتويج قلت انايا جو دو لو بارتاجي نتشاركوا مع الناس اللي قراونا. عيطت على ميم لا بروموسيون اللي قراو معايا الاخوان، راه كاين معنا السي عقال واحد المجموعه الاخوان اللي قرونا هاد الناس. وكنت ماشي راه ماشي اربعه الناس ولا خمسه اللي قرونا، راه قرونا بزاف ديال الاساتذه. ولكن انا جانسيست على واحد المساله، كانوا ناس قرونا ولكن كانوا رباونا. كانت الخدمه ديالنا فيها لو تيران بزاف، وكنمشيو سيمانه كنمشيو كثار كنديرو لي زيكسكورسيون بلي ساكادو.
كانوا كنتجمعوا في الليل وكنباتوا كنحسوا اسره كنشوفوا منهم طريقه التعامل ديالهم. كانوا يداونا ديورهم السيد حمزه دانا لدارو في قلعه مكونه دانا واحد كنجلسوا مع السي كرزازي مشينا للسول السي شحو كنجلسوا معاه. راه كاين انا عطيت للاخوان واحد واحد الفوطو اللي كنا في الحقيقه ها هما كان في هذه الجلسه هذه وكيدوز لنا لي ميساج احسن في الشاشه فعلا لانه ماشي غير قرايه ولكن كانت حتى التربيه. ودابا شو كثير باش نعرفوا هاد الاساتذه والاستاذ باش ما نطولوش على الحلقه دابا خليني نعيط عليهم يلا عيط صافي انت غتكرمهم وحنا غنكرموهم جميعا ان اسمع القاعه كلها. خليك معنا السي رشاد لا عيط عليك غتبقى معنا. وشكون اللي غيسلم كاين حضور دبلوماسي ياك استاذ علي هما نعيطوا على السيد السفير سفير جمهورية السودان الاخ ديالي والصديق ديالي والاديب والشاعر طبعا السودان ارض الثقافة والعروبة يجي معنا حتى السفير ديال جمهورية اليمن الشقيقة مون فخير جوني لامباسادور سون اكسلونس لامباسادور دو لا غيني كوناكري. هؤلاء الدبلوماسيون هم من سيكرمون اساتذه اوزون او اساتذه السي عزيز الدرا الاستاذ سي عبد الله العوينه الاستاذ ديالي ويجي كذلك تس الاستاذ حمزه السي كرزازي لا معرفش و سي دريس شحو هذا الاساتذه ديالي هادو هما اصحاب اقرا من علموا جيل وبرز تعليمهم لهذا الجيل برز في اشخاص قلبت على لي تليفون وصعيت على لي زامي شكون اللي عنده التليفون شكون اللي عنده التليفون ديال الاستاذ عوينه شكون اللي عنده وي سو سون مي بروفيسور مو جي دي سي اوجوردي اون افروي الدراوي عزيز وكايتي نومي ميور بريزيدون اكزيكيتيف و ميور بي دي جي سور على الشان دو موند عرب اي اوزون ايتي نومي كوم انتربريز ميور انتربريز عرب بور لاني 2018 سي ان برودوي دو سي جون نون سولمون دي جون كي نو انسيني باسكو اون ا اون افي بعدا نعطيكم تسليم الدرع. انا كنحس بفخر كبير جدا فخر لجودة الاشخاص اللي حضرني اولا الكاليتي ديالهم ولكن النقطة الأساسية سي الدراوي هو أن هذا المنتوج اللي هو رئيس مشرف مدير عام على هذه المؤسسة الخاصة اللي كتشتغل في ميدان اللي هو شديد الحساسية هو منتوج انطلق التكوين ديالو في العلوم الإنسانية. حنايا كلنا هاد الأساتذة اللي هما حاضرين هنايا هم أساتذة من العلوم الإنسانية. شوفوا السيدة الوزيرة مهم جدا الاعتراف للعلوم الإنسانية بالدور ديالها فيما يخص لأنه عندما يتكون الإنسان تكوين قاعدي في العلوم الإنسانية كتكون عنده قدرات لتسمح له أنه يجابه التكنولوجيا الخدمات البيئية اللي هي ميدان مليء بحسابات التكنولوجيا يعني انها مجال اللي هو دقيق جدا ولكن اللي كيكون تكوين ديال الانسان تكوين رصين يستطيع انه ينفتح على هذه المجالات اللي هي دقيقه وجد حساسه. اذا
احنا كأساتذة من العلوم الإنسانية فخورين جدا لكون طالب قديم ديالنا كون في إطار ليسانس أفريكي ثم في إطار الماستر، يعني عامل كانت تسمى ليسانس يعني قبل ما يكون الماستر الحالي، يعني هذه الدراسات العليا اللي تبعوها الإخوان والآخرون اللي هما حاضرين منهم واحد من المكرمين كجمعية يحضر وكذلك جائزة منكم سي بالوردة، كل هؤلاء هم منتوج لعمل دؤوب من طرف قطاع التعليم العالي المغربي. أنا فخور جدا بالانتماء للتعليم العالي المغربي، وكنشوف بأنه من المفيد جدا أننا نسخروا الأدوات ديالنا من أجل تطوير التعليم المغربي. وتطوير هذا التعليم المغربي ما يمكن يكون غير بالاستفادة من هذا التلاقح اللي هو حاضر في القاعة. تلاقح ما بين المسؤولين السياسيين، القطاع الخاص، لأنه أساسي أنه يكون هناك تلاقح ما بين هذين الجانبين، والفن الفن هو أساسي الفن إلى كومينيكاسيون. أظن بأن دوركم أنتم في الخطاب، أنتم الصحفيين إخواني الحاضرين، دوركم في نشر المعرفة، في نشر المعلومات حول ما يتم، أظن بأنه أساسي لتكوين الأجيال المقبلة وتطويرها والوصول إلى تكوين أشخاص مثل الأستاذ عبد الله العوينة. قراوني بعدا الأستاذ عبد الله العوينة درسنا الهيدروجيولوجيا بعدا والهيدروجيولوجيا من المواد اللي كانوا عندنا، وتكلمنا على يدو ربانا في مجموعة من الأقسام، لأن كنا حنا واحد في ليسونس أفريكي، كنا واحد النخبة في المغرب اللي تختارت بلي كونكور، كنا في ليسونس أفريكي واحد 11 واحد، وفي الدبلوم دراسات عليا متخصصة كنا 10 ديال الناس في المغرب اللي كانوا، وكنا عائلة اللي كنا كنشغلو داكشي باش انسيستيت انه يكون حاضر معنا العائلة ديالنا. شكرا لكم. شكرا استاذ عبد الله العوينة، استاذ الجامعي غدا سيد تفضل السفير ديال السودان. لا تنسوا المصورين امامكم، استقبلوا المصورين اللي حصلتوا. استاذ باقي هدية أخرى، باقي هدية أخرى لأستاذ عبد الله، هدية بيئية حتما، ريحة البيئة ديال المناخ ديال الاعتراف والعرفان، المكرم الموالي الأستاذ إدريس شحو. ويكرمك السيد سفير الجمهورية جمهورية اليمن الشقيقة. الأستاذ الدكتور إدريس شحو كنا على بوتاني، كنا على بوتاني ذاك البوتان البيولوجيا، كنا كنخرجوا لتيرا هذه نبته هذه تصور، ومن الناس اللي كانوا قالت قبيله السيده الوزيره كيقول لك اننا كونسومينا اللي خلاو لينا جدودنا، حنا في واحد الوضع حرج. من المسائل اللي كيخدم عليها سي شحو، وديما كنا شادين من عنده ديك لا ديغراداسيون ديال البيئه اللي كاينه، القطاع النباتي اللي كيبدا قطاع بيئي نباتي وكيولي سام في الاخر ملي كيدخل الانسان وكيدخل ياك. وبالخصوص تشجير هذه المعلومه التي وافاني بها السيد الدراوي، تشجير بأشجار نفطية تفقد أوراقها خلال الموسم البارد، اللي هي أنا كنت ذكرتهم بهذا الأمر، هذا كيفاش أنها تتحول إلى هي ملوثة في موسم الخريف، تفقد أوراقها كيولي عندهم وما كيزيد لهم الخدمة. اللي باقي عاقل الامتحان اللي كان عطانا ديال داك لو مود دادابتاسيون ديال لي بلونت
سيمرجي وداك اللي كاين لي بلونط اللي كيديفلوب في لي زون اريد وسمي اريد واللي كيحتفظ بالماء واللي هادو كاملين ما كيتنساوش. شكرا لك استاذ. ولكن شوف هو صاحبنا وانسان لطيف لانه ملي بغيت نسجل الدكتوراه جيت عنده قلت له راه محتاج الريكومونداسيون ديال قال لي هي الاولى دابا وهو رئيس ديال واحد الشعبه تضم مركز الجغرافيا الابحاث الجغرافيه قال لي هي الاولى لانه شي ناس كتمشي كيقول لك واخا سير جي استاذ دريس قال لي ها لا ريكومونداسيون حنا سنعرفوها الطالب هذا. شكرا سيدي. شكرا دريس الشحوم. دكتور دريس الشحوم دكتور عبد العوينه ادور الدكتور محمد ايت حمزه. سيد حمزه استاذ ديالي هذا استاذي واخي بعد سفير جمهوريتين الشقيقتين السودان واليمن الان جمهوريه كوت ديفوار. لا ما كاين كاين لا غيني كوناكري. لا غيني كوناكري. لا غيني كوناكري. غير نجيد العربية الفصحى ما شاء الله الحمد لله ما جبناش مترجم عندك شيء مزيان. بغيت نسي محمد ايت حمزة الدكتور على هذا التكريم. أنت ضمن نخبة البنات الذين بنوا جيلا أو أجيالا بكاملها بتضحيات و أكبر نتيجة وطنية ينتمي الى المدرسه المغربيه العموميه المدرسه الوطنيه. اللي يخدم جمهوريه سفير جمهوريه اليمن الشقيقه تفضل. مازال عندنا عطاه السي رشيد والسي رشيد اللي عطيه الباقيه ودار واحد الصوره. شكرا دكتور فزازي موسى هنيئا لك. كاين سي كاين واحد لا تسمح لي السي عزيز السي دكتور موسى بغى هو دوره يهديك هديه يعطيه هو. تفضل استاذ موسى. فقط انا واحد الكلمه تكمله لما قاله السي عبد الله العوينه. اولا نهنيو اوزون وعلى راسها رئيسها ومديرها العام السي البدراوي على الجوائز التي حصدها ونحن نفتخر به فهو مفخر للجامعة المغربية لأنه أولا منتوج للمدرسة العمومية ومعنا السيدة الوزيرة المدرسة العمومية ليس شي جامعة دولية أو إلى آخره وإنما المدرسة العمومية والجامعة المغربية. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني وهو أنه من وسط مستور بسيط واستطاع بجديته ان يصل الى هذا المستوى وهو مفخره كذلك للمغرب ولذلك نهنئه. عندي في الاخير توصيه للسيده الوزيره وهو انه بما انا اشتغل بالعالم الريفي عالم الارياف عالم البوادي وهناك نقطه سلبيه في العالم الارياف وهو التطهير لانه دخل الماء وكذلك الكهرباء ولكن الخروج هناك صعب ولذلك هذه نقطة مشتركة مع السي عزيز وكل الفاعلين في هذا الميدان. هذه التوصية الأولى ولذلك أهديه واحد الكتاب اللي هو نجسته في 2019 حول دراسة في التهيئة أو التنمية القروية في المغرب وأقدمه للسي عزيز في الجزئية الثانية اللي كنت تكلمت عليه بالنسبة للسالي وهو أن بغينا باش يدير واحد المؤسسة اون فونداسيون باسم أوزون وهذه كنت تكلمت معه حنا نعاونو لتشجيع البحوث ديال البيئة وكذلك وخاصة ديال الأوساط الفقيرة اللي يمكن لهم غدا يمشي لأمريكا ويمشي لسويسرا ويمشي لهذا منح وغيرها وهو قادر على هذا. أنا كنت السيدة الوزيرة أنا قلت ليه دير واحد الماستر انا الفينانسي واتفقنا مع واحد الاساتذه اخرين الاستاذ السعيدي وكنا تلاقينا والاستاذ سي دريس سي شحوم قلت لهم نختاروا طلبه دوك اللي ما فحالهمش قبيله اختار كلمات باش قال لي البدراوي جاي من اسره مستوره انا جاي من اسره فقيره انا ولد دوار الحاجه تقدم افتخر بالوسط ديالي
كل ما وصل كل ما وصلت هذا شرف ليا. وكنا بدينا هذا المشروع هذا، قلت لهم ديروا ماستر نوجهوا فيه سيدة الوزيرة الطلبة في هذوك الاحتياجات ديالنا. حنا مجموعة كتطور، عندنا خصائص ديال المدراء وديال التقنيين في هذا المجال. قلت لهم ديروا الماستر انا نفينونسيه، نشوفوا كاع المسائل اللي خاصها الطلبة ناخذوهم المنحة ديالهم ونجيبوهم كاع حتى من المناطق البعاد، وخصوصا اللي يكونوا في حاجة، ونديفلوبيو ان تروك ما نبقاوش غير ننتجوا وناس ما عندها علاقة حتى باللي كاين. قلت ليه ها هو لو بوزوان اللي هنا وها هما لي مويان، يفو جيست يلقاو هما التخريجة القانونية والإدارية اللي نخدموا فيها هاد الناس هادو. وحنا في أمس حاجة الأطور التقنيين في هاد الميدان هذا اللي كتبقى تستمر مثلا ديال النفاية تجديد على المغرب، خصوصا أن القطاع الخاص هو اللي يسيرو. انا قلت بلاص ما نبقاو نتسناو عاد نجيبو ولا نطلعو، حنا ونخافاي بلو سيستيم ديال البيبينيير كيبقى يتدرج وكتبقى تقضي. ملي كتجيب مثلا واحد خريج حتى من بلاصه كما تنقولوا الزبل، راه خصو عقليه، خصو واحد لا بوليفالونس، خصو يكون في ديال الموارد البشريه، خصو يكون تيدير فينونس بور لو مونتاج فينونسي ديال لي بروجي. انا ما كنتش راه الاسم تما اساتيد ديالي، واش انا قرينا الفينونس، قرينا معكم الماليه المحليه شبيه، ولكن تقصد حنا بغينا نوجدوا ناس وطلبه وخصوصا المحتاجين. هو الاساس ونعاونوا فيهم، هذا هو اللي نقدر نكون كنرد به الجميع. من ناحيه انا مثاليهم نردوا فيه الجميع المدرسه العموميه. شكرا شكرا. المكرم الاخير هو السي محمد السعيدي اللي غينوب عليه الاستاذ افريل. هو الاستاذ اجرى عمليه جراحيه وتعذر عليه انه يجي، انا كنقول حتى الاخوان باش يسولوا عليه اللي غادي يعطيه سي ادريس شحول ولا سي العقل. تفضل معنا، هو خريج رئيس هو شيف ديفيزيون في ميناجمون تيريتوار في الوزاره، وهو اللي كان معايا في البحث، هو اللي كان معايا في المانيا، اللي كان من البينوم ديالي في لو ستاج. الله يشافي السي سعيدي. امين. انا قلت لهم وانا قلت ليه، قال لي غير ما نقدرش نجي، قلت له راه الحضور غادي يدعي معاك كامل، الله يشافيه. الله يشافيه ان شاء الله، الله يعافيه. اخر درع هو هذا. سفير السودان. شكرا للدكاتره المحترمين. نعمل صوره جماعيه. حضور السي رشيد.